لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. رح نحتاج لسمك فيليه من أسماك، زبدة، شبت من فريشكو، بودرة ثوم، فلفل أبيض، كزبرة مطحونة، ليمون وكريم الطبخ. حطيت الزبدة، وصفتها السحرية مع شوية زيت شعبان. لا اليوم ما رح نحط زيت شعبان. ليه؟ لأنه بدي طعمة الزبدة لحال. رح نحطها بالوصفة الثانية، بس هلا مع لأنه الصوص هذا فيه كمية زبدة كويسة، بس أول إشي أنا بدي أقلل ليه بدي أحكي الثوم؟ السمك. بعدين بدنا نعمل الصوص ونديره على السمك ونحطه بالفرن بس 10 دقايق، لأنه السمك الفيليه بالذات إنه فروزن بيكون لحمه طري جدا، ما يعني بياخذ كثير وقت بالمره، يعني تشويحه على الغاز و10 دقائق بالفرن. بعد عملت لك سلطه لبن بخيار. يا الهي مش معقول شو صعبه. شو عملتي؟ اسمعي، سلطه اللبن بخيار، حطيت لبن مبدئيا، لخيته لبن وخيار وليمون وتومه، وتوصيت بالتومه. هرستيها؟ هرستها. وبشو طبعا؟ كيف هالحركه؟ ما ضل حدا الا دعا علي بعد ليه؟ توم كثير. بتعرفي مرة شو صار معي؟ وزعت بعدين بقدونس على اللي قاعدين. بديتي علي هدية بقدونس. اسمعي بتعرفي مرة شو صار معي؟ هلا أنا كثير ناس بضلوا يطلبوا مني إنه اطبخي لنا واطبخي لنا وذوقينا. ففي شخص صديقي هو مرض، فأنا بدي أعمل معه خير إنه أنا طبخت له طبخة ووديت له إياها. أيوه. فعملت له بتذكر يومها لبن بخيار. لبن بخيار. كمية التوم يا حرام. يا الله شو انحرجت قدام. هذا بعديها المفروض كانت بريتشلين. هو ما رجعناش حكينا مع بعض، لا اتصال ولا تواصل، ما رجعنا حكينا مع بعض. موضوع التومه هذا صعب اصلا، يعني صعب حتى على الانسان نفسه، يعني مش على الشخص المقابل لإله. طيب عندنا هون حطينا الزبده، بدنا نشوح شوي. شوحي السمك. اصبري نحطهم كلهم بدهم يوسعوا. احنا اليوم معاكي تو ذا ماكسيموم. اوكي بعدين نحط عليهم شوي بودرة ثوم. بتعرفي ايش بدنا نعمل؟ نعمل هيك اليوم، نوسخ ايدينا. تحبي تطبخي بايدك؟ كيف يعني بايدي ولا بايش؟ يعني تمسكي يعني الاكل وتعجني وتطبخي ولا جلوفز وياعو؟ مين انا عم بدور على شيء محل يعني اكون خلص يعني يكون برعايته. اتعاقد معه. يصيروا هم يطبخوا لي. يكون برعايته او اجيب هيك طباخ، عرفتي اتعاقد مع شيء طباخ، ممكن معاكي شيف يعني اصير اخذ من عندك الوجبات. بندر عنه. اصير اخذ من عندك الوجبات لانه يعني موضوع الطبيخ هذا انا. بتعرفيني انا كنت قبل كان عندي كيترينج وكان عندي بعمل وجبات بالبيت. بعدين مع التلفزيون حسيت انه ما بتلحقي، ما بلحق، وصار ضغط الشغل. كنت عامله عندنا بالكراج تحت غرفه الي فيها ثلاجه عرض وكل شيء يعني، وعندي درايفر ودليفري وكل شيء. والله كثير في مشاريع فكره تمكين المراه من وراء هذا الموضوع، بتبلش بطبيخ، بتكون عندها موهبه صغير. ومثلا بدها شويه زياده بالدخل، بتشتغل على قصه الطبيخ، وكثير ناس نجحوا بهاي القصص يعني. لا انا كان اعتمادي الكلي عليه، مش انه زياده دخل. انا كان هذا شغلي. انا والله لو بعرف اطبخ عن جد هذا بالنسبه لي بزنس. كثير حلو. طيب هلا حطيت البهارات على الجهه هاي، فبدي اقلب السمك. كثير طبيعي انه ينزل مي السمك لانه فروزن. اوبس. اوكي ايش بهرتي؟ فلفل ابيض، بودره ثوم، وكزبره مطحونه. ما بدي اشي كثير يعني بهارات، بدي اشياء خفيفه. اوكي هلا بدنا نقلبهم على الجهه الثانيه. لاحظي اني انا قلت لك تشويح على للسمك، مش انه يستوي هون، لانه لسه بدنا ندخله على الفرن. هاي ضوينا الغاز. فريال بتوجه لك تحيه، بتقول لك احلى شيف لين. تحياتي للجميع. اليوم بدنا نقرا كل، احاول اقرا كل التعليقات. كفاح كمان بتقول لك يسلموا ايديكي. اربل على ما اعتقد، ان شاء الله اكون حكيت الاسم صح. ما شاء الله تبارك الله. ام احمد يسعد صباحكم، صباحك يا ام احمد. محمد الزبيدي كمان يعطيكم الف عافيه، الله يعافيك، يسعد صباحكم من العقبه. في ناس عم بيحضرونا من العقبه. احلاهم. قولي لنا، قولوا لنا الاجواء بالعقبه كمان. كيف الجو بالعقبه عن جد؟ في ريال بتقول لك شو الغدا اليوم؟ الغدا اليوم سمك. هي مش سمك بالمره، هو سمك هيك. كيف؟ سمك. بمزح، خلص انا بعتذر، انا وقفت. طيب هلا رح اشيل السمكات ونحطهم جوا
يا خزامة بتقول لك أنا بحبك شفلين بموت فيكي. حبيبتي يا خزامة. مثل ورد منورين، ما بحب أعطي سري لأحد لأنه بعد كل فضفضة بندم. سرك احتفظ فيه لنفسك. بحبكم كثير وإحنا بنحبك كمان. خلود عني شغلة إني أنا ما برتاح إلا لأفضفض للأسف. ما بترتاح غير لتفضفضي؟ ما هو مش مع أي حدا لين. مش مع اي حدا بس يعني بعرفش خلص ما بعرف هلا هذا الوقت اللي نحن فيه للاسف للاسف بتحسي انه الناس بطلت زي قبل يعني لسه احتفظي بسرك لإلك او احكي لحدا قريب منك شخص يعني يعني حدا من عيلتك انا هيك بقول احسن ما بتعرفي اللي بتحسد ما بتعرفي اللي بتغار 100% حق معاكي ما بتعرفي النفسيات كيف بتكون بتبين لك شيء وهي من جوا شيء ثاني 100% حق معاكي هذا الشبت بدك هلا على نفس الصوص تبع اللي الزبده وشوي من الميه الريحه ريحتها كثير زاكيه سماك بنحط الشبت والليمون ونحركهم مع بعض بس هيك ليغلي شوي لانه هلا الليمون بارد فنزلت حراره المقلاي اوكي يعني بالنسبه لموضوع السمك بتخيل انه المفروض انه كل اسبوع على القليل ناكل مره او مرتين سمك صح جدا مفيد السمك وصحيا فيه زيوت الاوميجا اوميجا 3 الاوميجا هي زيوت الاوميجا بشكل عام والاوميجا 3 واحده من الزيوت الموجوده مو موجوده بكثير مكونات غذائيه مزبوط فاحنا بناخذ الاوميجا كثير مفيد من السمك حبيبتي يا فريال شكرا لك كمان فريال بتقول لك على ما اعتقد فريال بتقول جاي على بالي اشوفك او خزامه اللي بتقول جاي على بالي اشوفك يا شفلين حبيبتي يا خزامه عزميها لعنا ان شاء الله من نرتب انه نتشاوف اكيد طيب حطيت انا الكريمه خلود هلا كثير طبيعي طلعي مع الكريم مع الكريمه مع الليمون ممكن يفصل طلعوا كيف هيك بلبط بس عادي اذا بتضلنا نحركه على النار بترجع بتتماسك بترجع بتتماسك هلا اذا حابين احنا شوي نرخي الصوص ممكن نضيف هون نقطه مي او مرق خضار مرق سمك مرق دجاج اللي انتم بتفضلوه بس انا بدي ازيد شوي من الكريمه كمان هلا شايفه رجعت تماسكت هيك بتكون جاهزه الصوص بدك طيب. تحطي هلا غلط هلا بدي احط الصوص على السمك بدنا نحطه بالضبط 10 دقائق بالفرن فقط لا غير بيكون جاهز هاي اكله كثير سهله وسريعه وزاكيه ما بدها اشياء على فكره وريحتها كثير زاكيه خرافيه طلعي ما احلى سمك عن جد سمكات بترجع بتزيدي عليه شبت شبت فريش هلا احلى شيء بفرشكو انه هو صبرك احلى شيء بفرشكو انه سهل تلاقي عندهم الاعشاب انا كثير كنت استصعب الاقي اعشاب معينه بالسوق